بالأيام الماضية أصدر السيد الرئيس بشار الأسد عفو عام عن الجرائم اللي مرتكبة قبل 16/11/2023 وهو المرسوم رقم 36. وحاليا رح نروح بالفقرة القانونية لنضوي أكثر على هذا المرسوم ونعرف مين هي الحالات اللي بيشملها هذا المرسوم ومين الحالات اللي ما بيشملها. وضيفنا لليوم هو الأستاذ المحامي حسني صوفان. يسعد صباحك أستاذ حسني، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بداية يعني خلينا نبدأ بالسؤال الأهم، نعرف شو هو العفو. طبعا هو العفو مكرمة من السيد الرئيس، نعرف شو أهميته وفوائده أيضا على المجتمع. أكيد هو يعني العفو مثل ما تفضلتي أنت هو مكرمة من سيادة الرئيس، الغاية منها هي إعادة الأفراد اللي ارتكبوا زلات خلال فترات معينة، إعادتهم إلى المجتمع اللي يرجعوا يندمجوا من باب التسوية والمصالحة، وحتى يكون يعني هو الفكرة الأساسية إنه العقوبة هي من أجل إصلاح الفرد. فبيصدر المرسوم العفو حتى كمان يعيد هذا الفرد يفتح صفحة جديدة ويفتح له باب جديد إنه يرجع للحياة ويرجع للمجتمع ويندمج مع أفراد المجتمع من أول وجديد. وهي هي دائما من باب التسامح والعفو والصفح مثل ما بيقولوا يعني. طيب أستاذ خلينا نروح لنص المرسوم التشريعي ونحكي عن الحالات اللي شملها هذا العفو. نعم. الحقيقة هو العفو شمل نص العفو بينذكر فيه أنه يشمل جميع المخالفات والجنح إلا ما تم استثناءه ضمن مرسوم العفو ذاته، تمام؟ وشمل بعض الحالات، خلينا نقسمهم نحن إنه شمل كامل العقوبة بجرائم معينة، وشمل نصف العقوبة ببعض الجرائم، شمل الثلث، واستثنى بعض الجرائم بشكل كامل، استثناها من العفو. فبدأت خلينا نقول اللي شملها كامل العقوبة، يعني نقتبس بعض الجرائم اللي شملها كامل العقوبة وبعض الحالات. مثلا هي من اللفتات الإنسانية اللي كانت موجودة إنه شمل كل شخص لديه مرض عضال بحاجة لحدا إنه يرعاه ويساعده على القيام ب يعني الحاجات الأساسية له باليومية، تمام. كمان شمل كل شخص محكوم وبلغ عمره 70 سنة، تمام. شمل كامل العقوبة على الجنح والمخالفات ما لم يتم استثناءه غير من يعني مو من الجرائم اللي تم استثناءها بذات المرسوم. أيضا شمل الإصلاح الإصلاح للتدابير الاحترازية والإصلاحية للأحداث. فشمل مجموعة يعني عقوبات أيضا مثل الفرار الداخلي، الفرار الخارجي، الخطف، شملون كامل العقوبة. ثم نص على أنه شمل نصف العقوبة أيضا بجرائم تانية مثل جريمة الاختلاس، مثل جريمة يعني نستذكرون نحن وياكم. صراحة هو المرسوم بيكون يعني بيشمل كامل الهي، تمام. بعدين شمل تلت العقوبة بالجرائم الجنائية وجرائم الأحداث. هلأ لاحقا كمان استثنى هذا المرسوم مجموعة جرائم، فاللي استثناهم مثلا جريمة الشهادة الكاذبة، استثنى جريمة مثلا الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، استثنى الجرائم المتعلقة بالمرسوم 8 الجرائم المتعلقة بالتموين، واستثنى مثلا الصرافة، تعامل القانون المتعلق بتنظيم الصرافة. فاستثنى مجموعة كبيرة يعني استثنى مجموعة بنود ومجموعة يعني جرائم. نعم. بالنسبة للغرامات، هل شمل هذا المرسوم الغرامات؟ لا، هو نص المرسوم نص على فقرة واضحة وصريحة أنه لا يشمل الغرامات أبدا مهما كانت.
طيب استاذ وقت بيكون هذا المرسوم يعني يشمل بعض الجرائم، ولكن اليوم في ادعاء وحق شخصي، اليوم القانون كيف يتعامل مع هذا المرسوم؟ الادعاء الشخصي، هلا دائما المرسوم العفو لا يمس الادعاء الشخصي، لان المرسوم العفو يتعلق بالعقوبه. المدعي الشخصي دائما بيبقى حقه محفوظ، تمام، اما عن طريق المحكمه ذاتها، انه القائمه امام الدعوه تستمر بالنظر بالحق الشخصي. واذا شخص ما له لسه دافع سلفه الادعاء الشخصي، بحق له انه يدفع سلفه ادعاء شخصي، تمام، ويقاضي المدعى عليه امام المحكمه لمده عام كامل. في حال كمان فاتت هي المده، مو معناها انه رح يضيع حقه، كمان نرجع معه امكانيه انه يرفع الدعوه امام المحاكم المدنيه وليست الجزائيه. فيبقى دائما الحق الشخصي حق محفوظ، والمرسوم العفو الصادر عن سياده الرئيس لا يمس الحق الشخصي، يمس فقط بالحق العام. يعني فينا نقول دفع المبالغ والتعويضات يعتبر اسقاط حق شخصي بهي الحاله؟ اليوم هو اشترط المرسوم العفو عدم يعني تشميل المتهم او الفاعل بهذا المرسوم ما لم يكون سدد الالزامات والتعويضات المترتبة او هنالك اسقاط حق شخصي. نعم. طيب استاذ، احيانا بيكون بعض مرتكبي الجرائم، خلينا نقول، او اي حدث غير قانوني، بيكونوا غير خاضعين لمحكمه، هل اليوم المرسوم ينص اذا ما كان تحت اذا كان موجود تحت محاكمه ممكن يشمله او لا؟ طبعا هو اذا كان موجود ضمن المحكمه او لسه ما تم محاكمته، او بنسميها نحن ما تم تحريك الحق دعوى الحق العام بمواجهته، طبعا بيشمله في حال دفع الالزامات او اسقاط الحق الشخصي. الشخصي، نعم، حتى لو ما عاد في حكم محكمه. نحن على المرسوم العفو يلي شامل الجرائم يلي عم يشملها بحسب ما ذكرنا من البدايه، يعني انه كانت كامل العقوبه او ثلثها او جزء منه. فينا نقول استاذ مرتكب الجنايه المحكوم مؤبد شمله العفو، او هو بيكون احيانا انه مريض مصاب بمرض العضال؟ نعم، هو المرسوم مثل ما حكينا انه بلفته انسانيه نص على انه كل شخص مصاب بمرض العضال وهو بحاجه لعنايه من شخص اخر حتى يقوم بمتطلباته الشخصية بيشمله العفو المرسوم حسب حالة المرض أو حسب شدته ولا تماما هيك نص المرسوم على أنه كل شخص مصاب بمرض عضال، مرض العضال يعني هو المرض اللي ما له علاج يعني، وهذا المرض أدى لأنه هذا الشخص بحاجة لمين يقوم يساعده حتى يقوم بمتطلباته اليومية أو الشخصية، تمام، فهو مشمل بالعفو. طب استاذ حسني، خلينا بس هيك نركز على الاحداث، وهن الفئه اليوم يمكن الاكثر خلينا نقول رعايه المفروض نحن نقدم لها. اليوم هذا العفو يعني شو قدم لهم وشو اعطاهم؟ هل كان في مميزات لانه اكثر من غيرهم كونه بعمر هن يعني تحت السن القانوني؟ اعطاهم عن كامل التدابير الاصلاحيه، يعني كامل التدابير الاصلاحيه. الحدث اليوم حقيقة يعني نحن الفكرة الأساسية من ليست المعاقبة قد ما هي أنه إصلاحهم وإعادتهم للمجتمع وعدم وقوعهم بالفعل أو الأفعال اللي هن كانوا متواجدين فيها مرة أخرى. فأعطانا نحن أعطانا المرسوم العفو عن كامل الإصلاحات التدبيرية أو الإصلاحية خلينا نسميها، وأيضا عن ثلث العقوبة للأحداث. نعم. طيب استاذ، هل في اليوم احصائيه بعدد الاشخاص المستفيدين من هذا المرسوم؟ طبعا صرح السيد المحامي العام بدمشق على انه في قرابه 360-370 شخص، طبعا باليوم الاول هيك، لان حقيقه ما تابعت الاحصائيات اللاحقه، بس هذا اللي كنت مطلع عليه. ان شاء الله بنتمنى هيك اليوم يكون هذا المرسوم يعني يشمل اكبر عدد من الاشخاص. اليوم الجميع معرض للاخطاء، ومثل ما قلنا هي العقوبه هي بهدف الاصلاح. نعم.
نشكرك استاذ لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما هيك بنتمنى يكون خير كل اي مرسوم عم يتقدم. اكيد ان شاء الله، هو المكرمه دائما فيها خير وفيها نوع من المحبه والشيء اللي بيدعو الافراد المجتمع لانه يعودوا لكل من وقع بزلة أو بإشكال معين، يعود للاندماج مع أفراد المجتمع ويتجنب الوقوع بهي الأفعال مرة ثانية إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذ، شكرا لكم، نورتنا.